بعد أن تخطت دولة الكويت حاجز 70% من طريقها لتحقيق المناعة المجتمعية، محققة بذلك إنجازا عريضا لابد من التوقف عنده ماليا والتريث في عدم التهون في تطبيق الاشتراطات الصحية. هذا الحذر والوعي لمسناه من خلال استطلاعنا لعينة من الآراء. ما زلنا الآن مفروض نأخذ احتياطاتنا في والاشتراطات الصحية مع نزول الأعداد المصابة في وعملية أيضا نسبة الشفاء الزايدة، ولكن الاشتراطات الصحية لازم نلتزم فيها. لما نسمع خبر بأن الوباء خلص إن شاء الله وعدد الإصابات زيرو والشفاء إن شاء الله ماك في أحد المستشفيات قاعد يتعالج. لا طبعا الانفتاح ما يعني أن الواحد يتهاون، ولكن يظل ملتزم بالاشتراطات الصحية يعني لحين ما إن شاء الله ننتهي من هذا المرض إن شاء الله. حتى لو فتحنا الأنشطة فتحت الأنشطة يعني لازم ننظر، لأنه مو معقول مرة واحدة نشيل الكمام. لأن حسب ما سمعنا أنه ممكن يحوش حتى المطعمين يعني الفيروس، فالواحد يأخذ حذره. الإقبال على التطعيم والالتزام بالاشتراطات الصحية هو الطريق الوحيد والذي يمهد اليوم للوصول للمناعة المجتمعية المنشودة. الإصابات قليلة، نزلت أقل من 200، فالدليل على الناس تثقفت يعني تثقفت وقامت تعمل تلبس الكمام وفي التباعد موجود. لازم الالتزام، الكمام لازم على طول، يعني صح في تطعيم في كل شيء بس لازم الالتزام في الكمام. تلتزم وتأخذ اللقاح ويرتاحون والاتكال على الله. حتى لو فتحت الأنشطة بس مع التزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، يجب علينا أن نلتزم، ما يعني ما نفوت أي ما نعطي أي مجال. تعليمات وزارة الصحة وضعت لصالحنا لصالح الجميع. عودة الحياة لطبيعتها اليوم رويدا رويدا تحتم علينا جميعا الالتزام المجتمعي، لأنه هو الأساس لاقترابنا من تحقيق الهدف. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.